الكتاب كتاب الله، المصحف الشريف. حضراتكم لو ما سمعتوش كلامي وصدقتوه وامنتوا بيه وعملتوه، لا هتشوفوا اسود ايام حياتكم. انتوا دلوقتي بتعملوا الاتي، صح؟ هقول لكم بتعملوا ايه. انتوا دلوقتي عمالين تصوتم علشان كل السلع اسعارها ارتفعت وفي زيادات، مظبوط؟ وحياة كتاب الله، لو واحد فيكم نزل الشارع لما هتلاقم السلع اصلا، يعني السلع اللي انتم بتقولوا عليها غالية مش هتبقى موجودة من اساسه. وحياة كتاب الله لا ده اللي هيحصل، وحياة كتاب الله العلي المجيد لا ده اللي هيحصل. واقول لكم كمان، بعد اربع، ما فيش اربع سنين، ثلاث سنين ستملك بني اسرائيل مصر كلها بكاملها. واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، واقسم بكتاب الله ان ده اللي انتوا هتشوفوه وسجلوه واحفظوه واكتبوه ورايا، وابقوا افتكروه بعد سنتين. كلام واضح؟